يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا يسهل علي حفظ المنظومات في العلم، فهل تنصحوني بحفظها ثم حفظ الأدلة عليها؟ يا أخي الحفظ ما يكفي ولا يفيد، لازم تقرأ على أهل العلم. إن كان حفظ مع القراءة على أهل العلم طيب، أما مجرد الحفظ هذا ما يفيد ويتعبك، وبعدين ربما يغرك، تظن أنك عالم ولست بعالم. نعم.